طبعا حافظ كل الغيب في حال غيبته هي مرتبطة تماما قضية قانتات كما وضح الشيخ، لأنه قانتات هي بتعني خضوع للزوج وبتعني بالدرجة الأولى الخضوع لله سبحانه وتعالى، والخضوعان متلازمان. الآن طالما أن الخضوع لله سبحانه وتعالى وهو الرقيب، إذن سواء الزوج موجود أو غير موجود هي تسلك السلوك نفسه، فتحفظه في غيبه، تحفظه في غيبه، يدخل في أشياء كثيرة من أبرزها مثلا لما الحديث لما ذكر في نفسها وماله، في نفسها وماله. طبعا وهذا يسبب يعني ارتياح كبير عند الرجل، تجد هي ثمرته. يعني لما تفتقد المسألة، ما تكونش مبنية على خلق ولا تقوى، مبنية على رقابة، إذا بده يظل الرجل متوجس، إنه معناته إذا غاب هو أو سافر هو أو تركه ممكن يكون في سلوك لا يرضيه. بس لما تكون المسألة مبنية بناءها على تقوى الله سبحانه وتعالى يكون ذلك ارتياح. هذا الارتياح ينعكس ثقة في التعامل وأريحية في التعامل. اللي بدي أقف عليه اللي هو لاحظوا بما حفظ الله، بما حفظ الله يعني يدخل فيه معاني كثيرة، بما أمر الله بحفظه وبما حفظ الله، وكأنه هذا التكوين وهذا الأمر وهذا التشريع اللي هو فيه الحفظ، فيه حفظ ما أراد الله أن يحفظ، وفيه حفظ للأسرة، وفيه حفظ للمرأة، وفيه حفظ لحق الرجل. فلما قال بما حفظ الله، حافظات للغيب بما حفظ الله، يدخل في قوله ذلك كله. إذن بما حفظ الله بما أمر الله بحفظه، بما حفظ الله بما حفظ لكل من الطرفين من حقوق وواجبات، بما حفظ الله بما شرعه من حقوق تحفظ الأسرة مما يمكن أن يعدو عليها. أو فالآية بهذا التركيب المعجز اللي يتسع لمعان كثيرة، والله سبحانه وتعالى. أقدر أضيف بما سطر الله.